أمس كنا عرضنا الجزء الأول من لقائنا مع هاني شاكر اللي كلمنا فيه عن أحدث أغاني شبهك قوي واللي شاركنا كمان تسجيلها في الاستوديو. أما اليوم فالجزء الثاني مختلف لأننا هنتكلم فيه عن حاجات تانية كتير، منها على سبيل المثال عشق وحبه للشعب والتراث المغربي اللي شجعه أنه يقدم ديو جديد مع سميرة سعيد، بس يا ترى إيه آخر أخباره؟ فضل هاني شاكر انه يكلمنا عن زيارته الاخيره للمغرب بمناسبه مشاركته في مهرجان مكناس. جمهور هناك المغربي جميل جدا جدا يا محمود بشكل غير طبيعي، حريص على الحضور ومحب جدا للفن المصري بشكل كبير. وعبر عن سعادته وانبهاره بالمدينه. بلد جميله قوي يا محمود جدا ومليانه اثار، اساسا مدينه زراعيه، يعني اكبر معرض زراعي بيقام يمكن في الشرق الاوسط كله بيتعمل في مكناس. وبالطبع زوجته هاله كانت اهم ما شغله خلال الرحله. جبت لعبة يد بصراحه. ما هناك ما فيش الا كده بصراحه، وانا جبت جلاليب مغربي واتصورت لكم وانا بقيس جلابيه من الجلاليب. انا بيعجبني لبسهم جدا على فكره جدا، وبحس انه مرحرح كده الواحد بيبقى. جبت جلابيتين في البيت كمان عشان أبقى قاعد براحتي في البيت كده. لو حبسك كل ليلة زي ما انت وعدتني مستحيل هتحب قدي مهما قلبك حبني. تواجده في المغرب شجعه جدا انه يخطط لتقديم ديو مع سميرة سعيد ويكون هدية للشعب المغربي. بتمنى فعلا انها تتعمل في خلال الفترة اللي جاية، وتمنيت انها تكون طبعا مع حبيبتي سميرة سعيد. سميرة من الأصوات اللي أنا بحبها جدا على المستوى الشخصي والمستوى الفني. ازاي احب ازاي احب وانا مش بصدق اي حب، ازاي احب ازاي احب ازاي منين يجيلي قلب. وطبيعي كان لازم نساله عن سبب تاخر الديو بينه وبين نجوى كرم اللي كان في صدد التحضير. انا لحد دلوقتي برضو حقيقه ما لقيتش حاجه مناسبه بصراحه، فقد يكون هي برضو نفس الحكايه. يعني ما هو انت برضو لازم تبقى عامل حاجه مخصوص، حاجه تحس ان الاثنين في اجماع عليها، انا والصوت اللي هيغني معايا. كل ليلي منشوف عناين تزهقنا من عيش الدين. وفي النهايه هاني كان ليه راي في موقف نقابه الموسيقيين اللبنانيه مع ازمه راغب علامه واحد نواب البرلمان. لا انا الحقيقه ما شفتش الموضوع ده. راغب فنان جميل وفنان أنا بحبه جدا جدا والدنيا كلها بتحبه، هي أكيد النقابة لازم بتحمي أعضائها وأكيد هتوضح الصورة لأي حد ممكن يفهم كلامه غلط. يا